في حلة جديدة ظهر ساعي البريد في مدن المغرب صديقا للبيئة. في هذا المكان وسط الرباط يتم تجميع كل الطرود والإرساليات وإعادة توزيعها، لكن الجديد هو استخدامهم السيارات الكهربائية وسيلة للتنقل مخصصة حصريا لتوزيع الطرود. تزويد الموزعين بجميع ربوع المملكة بما يقارب 225 سيارة كهربائية صديقة للبيئة. الميزة ديال هذه السيارة أنها تم التصميم ديالها والموالمة ديالها خصيصا للعملية ديال توزيع الطرود والبائت بإدارة ديال البلد المغرب. بالعاصمة الرباط وحدها هناك 44 سيارة كهربائية ستجوب شوارعها. مبادرة جديدة صديقة للبيئة تدخل في إطار توجه عام للحكومة المغربية التي تقول إنها تسعى لاعتماد الطاقات النظيفة في جميع المؤسسات والقطاعات الإنتاجية والخدمية اقتصادا للتكلفة وحفاظا على البيئة. تم تصميم وصناعة هذه السيارات صفراء اللون كليا في المغرب بشراكة مع شركة فرنسية. السيارة الجديدة غيرت من روتين ساعي البريد فرحان وجعلت عمله أكثر مرونة وجذبا بحسب قوله. بالنسبة للبعائد يعني مؤمنة وأكثر أمان، ملي كطلعت عند شي زبون كتحس بأن البعائد اللي بقات في السيارة فهي مؤمنة. يقول المغرب إنه يسير رسميا باتجاه اعتماد الطاقات المتجددة لإنتاج أكثر من نصف حاجته من الكهرباء بحلول 2030 وتخفيض من أعباء الموازنة العامة للحكومة بما يسمح بإيصال الكهرباء إلى الأرياف البعيدة. الفاتورة الطاقية التي تتحملها المغرب كبيرة، كتأثر على الاقتصاد الوطني، كتأثر على الميزان، العجز في الميزان التجاري، على الميزان الأداءات، وشحال ما ارتفعت الأسعار ديال المحروقات عالميا شحال ما كتأثر الميزانية ديال الدولة. فاليوم التوجه نحو الطاقة المتجددة يعتبر هو البديل. يراهن المغرب على دخول أسواق الطاقة الجديدة كسوق الهيدروجين الأخضر والاستحواذ على 4% من مجموع أسهمه بالأسواق الدولية، بل ويأمل تصديره إلى دول أوروبية كالمملكة المتحدة وألمانيا. عبد الصمد الجطيوي، العربي، الرباط.